من مدخل الجماهير زميلي العزيز عمرو مختار، ماذا عن التوافد الجماهير وقد بدأت الجماهير في الحضور؟ لا تبقى إلى أعداد قليلة في استاد القاهرة قبل انطلاق هذه المباراة تحديدا بساعة ونصف. تحياتي ليك كابتن تامر، تحياتي لكل مشاهدينك الكرام ولزملائي المتواجدون في كل مكان هنا من الاستاد او خارج استاد القاهره الدولي. الصوره تغني عن اي تعبير او اي تغني عن اي كلام، زي ما انت شوف زي ما انت قلت فعلا خلاص، يعني عدد قليل جدا من جمهور النادي الاهلي هو اللي باقي جوه جنبات استاد القاهره. الجمهور المتواجد هنا انا مش هقدر اتكلم، الجمهور هم اللي هيتكلموا ومدى وفائهم واللي بيقدموه للاهلي. اهلي ان شاء الله باذن الله احنا هنكسب باذن الله. نادي الاهلي كبير والعين كبير، بس الاهلي باذن الله قادر انه يكسب وفي ارضه وفي وسط جمهوره باذن الله، وربنا يكرمنا باذن الله ونوفقنا ان شاء الله. تقول انت جاي منين؟ انا جاي من جنة اقسم بالله، بس الاهلي باذن الله هيكسب 3-0 واقسم بالله جاي من جنة. يمكن زميلي العزيز تامر حب جمهور النادي الاهلي والتفاهه عوده ليك يا تامر. شكرا لزميلي العزيز عبر مختار، وشكرا ايضا موصول لزملائي الاعزاء في استاد القاهره وايضا في مدخل الكبار الزوار. مشاهدينا الكرام، الامور الفنيه في هذه المباراه بين الاهلي وعين بعد الفاصل، تكرموا دائما بالبقاء معنا.